بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في الفيديو دوت هنشوف حل لكراسة او ملحق كتاب المعاصر للصف الثاني الاعدادي، اللي هو طبعا الكتاب اللي هو بالشكل دوت، اللي هو في اخره موجود جزء الامتحانات. ان شاء الله هنقسم الحل على مرحلتين او على جزئين. الجزء الاول هيبدأ من صفحة 4 لصفحة المفروض 43. هنبدأ الأول بالتمرين الموجود في صفحة 4، اللي هو طبعا ده المفروض سؤال الليسننج. لما بنسمع الليسننج طبعا المفروض زي ما قلنا لما نيجي نحل سؤال زي دوت بنقرأ الأسئلة كلها الأول بالإجابات، وبعد كده بنبدأ نشوف الإجابات بتاعتنا الصحيحة. نسمع كده الليسننج وبعد كده نشوف الإجابات. بيقول لما أوردرد أ نيو موبايل فون لاست ويك and the delivery was today. When she opened the box, the screen was damaged. She would like to change the phone for a new one that is not damaged. نرجع بقى للسؤال الأولاني. لما ordered يعني طلبت the phone، طبعا طبقا للاستماع يبقى نحط كلمة last week. The delivery was يبقى نحط كلمة today. The screen of the phone was طبعا الشاشة كانت damaged يعني بايظة أو تالفة. لما wanted to change the phone for space one طبعا يبقى نحط كلمة new one يعني تليفون جديد. نروح للليسننج التاني، نسمع الليسننج الأول وبعد كده نبدأ نشوف الإجابات. بيقول for Darin the best way to remember English grammar is to make up a song about it. Then she sings the song quietly to herself. She says it's a great way to remember irregular verbs. Darin learns best by listening. نروح للسؤال الأول. بيقول Darin learns best by، يبقى على حسب اللي احنا قريناه يبقى نحط كلمة listening اللي هي الاستماع. She makes up space to remember English grammar. طبعا عرفنا ان هي بتألف يبقى كلمة songs. She sings space to herself. طبعا قلنا to herself لنفسها يبقى بنحط هنا كلمة quietly. Singing is a great way for Darin to remember. طبعا يبقى irregular verbs اللي هي الأفعال الغير منتظمة أو الأفعال الشاذة. نروح بعد كده للتمرين في صفحة 11 اللي هو سؤال الديالوج. زي ما تعودنا بالنسبة لسؤال الديالوج لازم نقرأ المحادثة كلها وبعد كده نبدأ نجاوب. بقول هدى wants to buy a new coat يعني عايز يشتري بلطة أو معطف جديد at the clothes shop. هنا طبعا الكلمة ديت النطق الصحيح بتاعها close، ما نقولش clothes يبقى clothes shop. الاسيستنت اللي هو البائع او البائعه بتقول لها كان اي هيلب يو يعني ممكن اساعدك، فبتقول يس. سؤال وتكملته وود يو لايك، فبيقول ايد لايك ات ميديوم. ميديوم يعني وسط، بليز ميديوم. تسال سؤال اجابته ايد لايك ريد، يبقى انا بسال عن اللون. كان يو تراي ذيس اون يعني يقيس او يجرب، فبتقول لها سبيس وير از ذا تشينجينج روم، فبتقول لها اتس اوفر ذير يعني هناك، فهترد عليها بإجابة. نرجع بقى للسؤال الأولاني. Can I help you؟ فهتقول لها yes. من خلال الحوار اللي احنا عرفناه من رأس السؤال يبقى هتقول لها I want or would like to buy a new ونحط كلمة coat. بتسألها سؤال I'd like it medium، يبقى هنا بنسأل عن السايز يبقى هنقول what ونحط كلمة size would you like، فتقول لها medium please. سؤال إجابته I'd like red، يبقى هنقول تمام شطار، يبقى كلمة what color يعني ما اللون، أو ممكن نقول what color would you like. Can you try these on؟ فتقول لها okay أو sure أو certainly. Where is the changing room؟ فتقول لها it's over there، فهتقول لها thanks
أو thank you. نروح للسؤال اللي بعده. ياسر visits his grandma on Fridays. How are things, grandma? فترد عليه. تقول له and you وانت كمان. فبيرد I'd like some cake. Would you like some tea with the cake? فيرد just a little. سؤال yes please but that's enough. I only like a little sugar. سؤال thank you grandma. You are welcome. نروح للسؤال الأول. How are things? يبقى هتقول له سمع إجابة تمام. I am fine أو fine thanks. And you يبقى هيقول لها fine ونحط كلمة to يعني أيضا. I'd like some cake. طب تقول would you like some tea with the cake؟ يبقى هيقول لها yes ونحط كلمة please ونحط full stop. طب سؤال yes please but that's enough. I only like a little sugar. يعني أنا محتاج سكر إيه؟ سكر قليل. يبقى هنقول do you want sugar ونحط طبعا علامة استفهام في الآخر. فبيقول yes please but that's enough يعني ده كافي. I only like little sugar. سؤال thank you يبقى ممكن تقول له anything else يعني أي حاجة تانية أو محتاج حاجة تانية. فيقول لها ايه thank you grandma you are welcome. نروح بعد كده لصفحة 12 سؤال أو تدريب على سؤال القطعة. طبعا لما نيجي المفروض نقرأ القطعة أو نحلها نقرأ القطعة كلها الأول وبعد كده نبدأ نحل الأسئلة. بول in ancient Egypt في مصر القديمة men and women الرجال والنساء wore اللي هي الماضي من كلمة wear يرتدي يبقى هنا كانوا بيلبسهم similar clothes يعني ملابس متشابهة. They زي دي المقصود بها مين شطار men and women. Both يعني كليهما wore loose طبعا قلنا كلمة loose اللي هي واسع أو فضفاض. White اللي هي أبيض linen قلنا طبعا اللي هم من الكتان clothes. With a belt قلنا belt طبعا اللي هي حزام. Most of the time معظم الوقت ancient Egyptian did not wear shoes يعني ما كانوش بيرتدوا الحذاء. But rich people sometimes wore بس الأغنياء كانوا أحيانا بيرتدوا expensive leather sandals اللي هي الصنادل المصنوعة من الجلد. Children didn't usually wear many clothes. كانوش بيلبسوا ملابس كتيرة. Until they were about 6 years old. إلا لما يوصل عمرهم لست سنوات. Then they started to wear. زي ديت المقصود بها اللي هم الأطفال. To wear the same clothes as their parents. يبقى بعد كده بيلبسوا إيه؟ نفس ملابس والديهم. ولكن لما يوصلوا كام؟ 6 سنين. Although ancient Egyptian clothes اللي هي الملابس were simple. يعني كانت بسيطة. They loved to wear heavy metal jewelry. كان المصريين بيحبوا يلبسوا ايه المجوهرات. Rich Egyptians اللي هم الأغنياء بقى wore beautiful gold necklaces. Other people wore cheaper jewelry. والبعض الآخر كان بيلبس ايه المجوهرات الرخيصة. نروح للسؤال الأول بيقول Give a suitable title يعني عايزين عنوان مناسب for this passage. عنوان مناسب يعني القطعة بتتكلم عن ايه. يبقى هنا ممكن نقول ancient ونحط كلمة Egyptians ونحط كلمة clothes اللي هي الملابس الخاصة بالقدماء المصريين او What clothes the ancient Egyptian wore? Do you think ancient Egyptian clothes look nice? يا ترى هل كان شكلها nice؟ هنا الإجابة ممكن عموما أي إجابة تبقى صحة. يبقى هنقول yes. I think ونحط كلمة so. What does the underlined pronoun they refer to? كلمة they اللي هي ديت. عشان نتعود نجاوب السؤال ده صح لازم نشوف زي هنا في الجملة دي يبقى نرجع للجملة اللي قبلها من أولها ونشوف children didn't usually wear many clothes until they were about 6 years old then they started to wear
the same clothes as their parents، يبقى يقصد بيها هنا اللي هم the children، اللي هم الأطفال أو the ancient Egyptian children. السؤال اللي بعده بيقول the underlined word lose، احنا عارفين lose معناها فضفاض أو واسع، is the opposite. ناخد بالنا بقى opposite بمعنى عكس of كلمة lose، واسع يبقى عكسها tight معناها ضيق. rich Egyptian wore beautiful، اللي هم الأغنياء بقى كانوا بيرتدوا، طبعا يبقى كلمة gold necklaces. children didn't usually wear many clothes at the age of، ناخد بالنا بقى سؤال جميل، معنى الجملة ان الأطفال ما كانوش بيرتدوا many clothes يعني ملابس خلاص كثيرة at the age of في سن، يبقى نحط هنا كلمة ايه for. طب ناخد بالنا ليه الإجابة جبناها بالشكل دوت، لو رجعنا للتكست اللي هو النص عندنا بيقول ايه في الجملة ديت، ان children didn't usually wear many clothes until they were about 6 years old. about 6 years old يعني حوالي 6 سنين، يبقى معنى كده ممكن يكون اقل من 6 سنين بشوية، يبقى هنا 5 و7 و6 دولت يبقى معنى انهم ايه ممكن بيرتدوا ملابس تقيلة، يبقى الحل هنا هنحط كلمة ايه كلمة 4 على طول. نروح للاختيار في صفحة 17. He uses his space to listen to music on his way to school. طالما قال لي كلمة listen to music يستمع إلى، يبقى نحط طبعا كلمة headphones. طبعا drones قلنا ليها طائرة بدون طيار، وبانل لألواح، وheadings لعناوين. He can't stop using his mobile. He must be space to it. واحد مش قادر يتوقف عن فعل شيء، يبقى قلنا هنا طبعا كلمة addicted to اللي هي مدمن على. healthy معناها صحي، debated طبعا اللي هي فيها جدال أو مناظرة، وgiven معناها يعطي. You should have a space diet to stay healthy، عشان تكون صحي او تبقى صحي، يبقى قلنا هنا طبعا balanced اللي هي متوازن، يبقى نظام غذائي متوازن. heavy ثقيل، وspicy معناها مالح او كثير التوابل، وفات اللي هي دهون. I dream يعني بحلم to be a space in a big orchestra. يبقى مفتاح الجملة هنا كلمة orchestra لفرقة موسيقية، يبقى نحط هنا كلمة musician. كلمة scientist عالم، farmer فلاح، pilot طيار. My parents always tell me they are very space of me. طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة of، يبقى نحط كلمة proud of اللي هي فخور بي. كلمة perfect اللي هي ممتاز أو رائع. social اجتماعي، وfree معناها فاضي أو بتيجي بمعنى مجاني. The space of the play اللي هي المسرحية was amazing and it really looked like ancient Egypt. وتبدو كأنها بالظبط كان في مصر القديمة. طبعا يبقى هنا نحط كلمة سيناري اللي هو المشهد أو المنظر. The Jurassic World اللي هو عالم الديناصورات is space film. طبعا ده بنسميه adventure film يعني فيلم مغامرة. كلمة industry معناها صناعة، funny معناها مضحك، ودراما اللي هي طبعا دراما أو أحداث في الدراما. He is space to nuts. He can't eat any of them. هناخد بالنا كلمة can't eat مش هيقدر ياكل الحاجة ديت، يبقى هو عنده حساسية منها، يبقى كلمة allergic. usual عادي، addicted مدمن، useful معناها مفيد. he is a space he reads with his hands using braille. طالما قال لي بيستخدم طريقة برايل او طريقة برايل، يبقى قلنا دي كلمة blind اللي هو اعمى او كفيف. deaf قلنا اصم، sick مريض، وclever ماهر. green system is suitable for the، طبعا قلنا كلمة green معناها مفيد او مناسب لي البيئة، يبقى هنا نحط كلمة environment اللي هي البيئة. chemicals مواد كيميائية، وتوربينز اللي هي التوربينات او توربينات الرياح، وبولوشن طبعا اللي هو التلوث. we do space in the laboratory اللي هو المعمل، in science lessons في حصص العلوم، طبعا يبقى هنا كلمة experiments اللي هي تجارب. repairs اللي هي اصلاحات، plans خطط، projects اللي هي مشروعات. animals use the space to communicate together، طبعا قلنا كلمة communicate بمعنى يتواصل، يبقى يتواصل مع، يبقى هنا المفروض ان احنا بالنسبة للانيمالز بتستخدم طبعا حاجة اسمها، يبقى كلمة body language اللي هي لغة الجسد، وطبعا دي بيبان اكتر مع الهورس اللي هي الخيول، يعني زي ما خدنا في النص.
We can control the space from the ground من الأرض. طبعا يبقى هنا كلمة drones طبعا اللي هي الطائرة بدون طيارة. Planes طبعا اللي هي الطائرات العادية. Motorbike اللي هي الموتوسيكلات. وهليكوبتر اللي هي الطائرة الهليكوبتر. جملة 14 بيقول milk contains a lot of space مديني carbohydrates و salt و protein و spices. طبعا هنا كلمة بروتين تبقى اللي التكست عندنا، وبرضو في بعض انواع الكربوهيدرات بتبقى موجودة في الميلك، بس هنا تبقى اللي التكست اللي عندنا هناخد كلمة بروتين. watching TV will give you طبعا يسبب بقى كلمة هيدك اللي هي الصداع. volunteers المتطوعين always try to save the wildlife اللي هي الحياة البرية، يبقى هنا طبعا كلمة save معناها يحمي او ينقذ. reduce يقلل و reuse يعيد استخدام و stay بمعنى يبقى او يقيم. I space visiting the Museum of Modern Egyptian Art اللي هو متحف الفن المصري. طيب هنا جاب لي visiting ING بنحط كلمة recommend يوصي بي أو يقترح. protect يحمي وبيك يلتقط وgive يعطي. space is a healthy kind of vegetables طبعا هنا مفتاح الجملة كلمة vegetables يبقى نحط كلمة spinach اللي هي رقم B. I'm going to go to a space in the opera house طبعا طالما قال لي في الأوبرا يبقى هنحط كلمة concert اللي هي حفلة موسيقية. Space means to put equipment يلا المعدات somewhere في مكان ما so it's ready to use للاستخدام أو تكون جاهزة للاستخدام. طبعا يبقى هنا هنحط كلمة install بمعنى يثبت أو يركب. The things that happen in a film الحاجات اللي بتحصل في الفيلم is called طبعا دي بنسميها action يبقى الإجابة رقم D. If you ride the space you will go fast on two wheels مفتاح الجملة هنا كلمة two wheels يبقى نحط كلمة motor bike. Don't drink water from canal because من الترعة والقناة because it can be full of ممكن تكون مليئة ب dangerous طبعا بنحط هنا كلمة بكتيريا اللي هي البكتيريا. light معناها الضوء وصلت ملح وكلمة sugar طبعا اللي هو السكر. There are many amazing space of people in this museum طبعا في المتحف يبقى نحط كلمة sculptures اللي هي التماثيل. بوتري أو أواني فخارية وسكريبس اللي هي السيناريوهات وفيوز اللي هي مناظر طبيعية. The flood اللي هو الفيضان destroyed their space so they won't find anything to eat. مفتاح الجملة هنا كلمة to eat يعني يأكل طبعا يبقى هو دمر هنا الكروبس اللي هي المحاصيل. houses منازل culture اللي هي الثقافة وaction اللي هي حدث. you should space on clothes before buying them طبعا يقيس أو يجرب يبقى كلمة try. فراي معناها يقلي وميك يصنع وجيف بمعنى يعطي. نروح لصفحة 19 اللي هي تمارين الجرامر على الوحدة السبعة وطبعا كنا ناقشنا في الوحدة ديت اللي هي قاعدة في الحلقة الأولى اللي هي بتعبر عن توقع احتمالي بأول والمصدر أو وانت والمصدر وكمان استخدمناها اف أو كلمة وين والجزء الثاني بيكون شد أو شدنت لإعطاء النصيحة. طبعا بيكون الجزء الأول مضارع بسيط والجزء الثاني بيكون يشد يشدنت. نروح للسؤال الأول بيقول you should space careful when you use the internet طبعا حفظنا ان كلمة should بعدها مصدر بدون إضافات يبقى نحط هنا كلمة دي على طول. بيقول what should I do when I space close هنا جاب لي should والمصدر يبقى أنا محتاج صح مضارع. طب مضارع قلنا فعل من غير إضافات وفعل آخره S حسب الفاعل I يبقى I تاخد المصدر بدون أي إضافات يبقى نحط على طول كلمة السؤال اللي بعده space you feel ill you should see a doctor طبعا هنا المعنى اذا او لو او عندما يبقى كلمه when اللي هي البديله لكلمه if اللي هي مش موجوده في الاختيارات. use space play video games before sleeping قبل ما ننام المفروض ما نعملش الشيء دوت يبقى نحط كلمه shouldn't يبقى you shouldn't play video games before sleeping. سؤال التصحيح بيقول what food should I have when I needs لا خلاص يبقى حفظنا هنا I تبقى تاخد كلمة need بس. energy اللي هي الطاقة. اللي بعده you shouldn't talking لا يبقى مصدر بس يبقى نحط كلمة talk. you shouldn't study hard أو you should study hard if you wanted لا يبقى نحط كلمة want بمعنى يريد. اللي بعدها you shouldn't tell your parents if you feel worried about anything لا يبقى هنا نحط كلمة should طبعا صيغة نصيحة اللي هي يجب أن يخبر. نروح للجزء اللي بعد كده على التمارين الجرامر بتاع الوحدة التامنة وكنا طبعا ناقشنا فيها الأسماء التي تعد والأسماء التي لا تعد واستخدام بقى a lot of مع الاسم الجمع والاسم الذي يعد
استخدام ميني واستخدام كلمه ليتل واستخدام كلمه فيو. بقول اي نيد سبيس سولت بات نوت تو ماتش. اولا كلمه سولت اسم لا يعد، لا يعد، يبقى ما ينفعش ياخد فيو وكلمه ميني، يبقى هنا نحط كلمه ا ليتل. طب حد يقول لي طب ما انا عندي الوت او لوت، بس لا كلمه لوت لازم يكون قبلها ا، بقول الوت ومعها كلمه اوف طبعا. اللي بعدها زير ار سبيس بوكس، طالما جاب لي كلمه بوكس اسم جمع يبقى انا محتاج فيو ممكن تنفع و a lot of ممكن تنفع، يبقى حسب المعنى يبقى لازم نكمل قرايه. in the library so you can't count them، can't count them حاجه ما نقدرش نعدها، يبقى معنى كده ان هو كثير جدا، يبقى هنحط هنا كلمه a lot of. we have space oranges we need to buy some، الاول عندي هنا كلمه oranges اسم ايه جمع، يبقى تاخد a lot بس a lot ناقصه of، عندي much مع الاسم الذي لو عد ما تنفعش، فيو قليل وكلمه a little برضو قليل، a little مع الاسم الذي لو عد، يبقى هنا ما فيش غير كلمه a few. طب سؤال، حد يقول لي لو جبنا mini تنفع في الجمله ديت كمان؟ هقول له لا. ليه؟ لان بيقول we need to buy، محتاجين نشتري، يبقى معنى كده اللي معانا شطار يبقى قليل. don't eat space of sweets because they are not healthy، مفتاح الجمله ديت كلمه not healthy، وطبعا هنا جاب لي كلمه of، يبقى هنحط كلمة a lot of على طول، يعني ما تقولش حلوة كثير. تصحيح I don't have lot time to give أو to get ready. I don't have قبل هنا كلمة time، لا يبقى ممكن نخليها ماشي a lot of time أو much time، يعني ممكن نقول a lot of أو ممكن نخليها كمان كلمة much، يعني ما عندوش وقت إيه؟ وقت كتير. There is a few sugar in this cake، طبعا هنا كلمة sugar اسم لا يعد، يبقى عايزين معنى قليل بس مع الاسم الذي يعد، شطار، يبقى نحط كلمة a little. اللي بعدها I have space ومديني lot vegetables and fruit، طبعا يبقى هنحط برضو كلمة a lot of. حد يقول لي ممكن احط lots of، صح، ممكن احط كلمة mini برضو صح عشان vegetables وفروت. اللي بعدها they bought a house with a little rooms just two. معنى الجملة قليل، مجرد اتنين، بس هنا كلمة little ما تجيش مع كلمة rooms، يبقى اللي بتساويها مع الجمع شطار جدا، يبقى كلمة a few اللي هي قليل للجمع. نروح بعد كده للجرامر بتاع الوحدة التاسعة، خدنا فيه تعبير عن القدرة والاستطاعة باستخدام كلمة can وفي النفي كلمة can't، وخدنا able تو، وخدنا كمان تعبير لو فاكرين في الشرح اللي هي نو هاو تو، يعرف كيف. نروح للسؤال كان يو سبيس كوستيومز، طبعا اللي هي الازياء، طبعا خدنا مع كلمه كان بجيب مصدر بدون اضافات، يبقى كلمه سو اللي هي يخيط. شي ايبل تو دو ميك اب، خلاص فكره ايبل تو يبقى قلنا لازم قبلها يا ام يا از يا ار، طب جاب لي هنا كلمه شي يبقى شي تاخد كلمه از ما تاخدش ار. I know how، خدنا قاعدة على بعضها know how، وهجيب بعدها دايما شطار to زائد مصدر do a project. they are able to، حفظنا ان بعد كلمة able to بجيب مصدر بدون اضافات، يبقى نحط كلمة play على طول. اللي بعدها she is able وact، لا able يبقى to المصدر، يبقى نحط to act على طول. اللي بعدها do he know how to write a paragraph، طبعا الفعل هنا كلمة هي، يبقى خلاص حفظنا مع هي وشي وات والاسم المفرد، يبقى نحط كلمة does، يبقى does he know. I can sing but I can play music، حد يقول لي الجملة ديت ما هي كان هي بقى يستطيع، لا في كلمة but يعني ولكن، جاي بعدها I can، يبقى هنا يستطيع، يبقى اكيد هجيب عكسها يبقى كلمة can't على طول، يبقى معنى الجملة ان انا ما اقدرش اغني ولكن اقدر اعزف موسيقى. Be you able to make a plan، خلاص able to يبقى يا ام يا از يا ار، هنا يو يبقى نحط كلمة ار ونخلي الاي كابيتال عشان في بداية السؤال. نروح للجرامر بتاع الوحدة العشرة، وقلنا طبعا ده اسمه ترتيب الصفات، وقلنا في ترتيب الصفات بنحط اول حاجة الديسكريبشن اللي هو الوصف ان هو جميل ان هو كذا، وبعد كده السايز اللي هو الحجم، العمر old او new، الشيب اللي هو شكل كلمة لونج مثلا كلمة سكوير وهكذا، كلمة color اللي هو اللون، وماتيريال اللي هي المادة، والاسم اللي انا بتكلم عنه.
نروح لسؤال الاختيارات. شي از ويرينج ا سبيس دريس. طبعا هنا نشوف الاول الصفات مديني لونج وبيوتفل وكلمه وايت وبيوتفل وايت ولونج وبيوتفل ولونج ووايت ولونج ووايت وبيوتفل. طبعا هنا يبقى انا بوصف الاول يبقى المفروض اجيب الصفه اللي هي بادئه بكلمه جميل يبقى كلمه بيوتفل يبقى دي اول حاجه رقم بي وعندي رقم سي. طب قلنا هنا وايت ولونج لا المفروض الاول اجيب لونج وبعد كده اللون يبقى الاجابه رقم سي يبقى بيوتفل لونج وايت. اي لايك سبيس طبعا هنا بتكلم على كلمه بوتس يبقى نشوف الاول الكلر اللي هو اللون والماده والشيء يبقى المفروض ان انا هحط هنا اللون الاول يبقى كلمه بلاك ماشي. طب الكلمه اللي بعدها مصنوع من الايه من الجلد يبقى هنقول بلاك ليزر بوتس يبقى الاجابه رقم A. Can I have a smaller space please. طبعا هنا بيتكلم على شيء A يبقى بيتكلم على مفرد يبقى هنحط هنا كلمه one قلنا one تشير الى مفرد. These cakes are the best طبعا بتكلم على كلمه cakes يبقى بنقول كلمه ones كجمع. He bought a ومديني big ونيو وبلاك وكار. ناخد بالنا تقريبا كده الجمله ترتيبها صحيح بس في حاجه مهمه لما نيجي نكتب قلنا طبعا هنحط كلمه big يبقى اللي هي المقاس او الحجم ونحط بعدها الكوما نيو اللي هي بتكلم على الايدج يعني ونحط كلمه بلاك وطبعا موجود كلمه كار اللي هي العربي. طب اللي بعدها بيقول هي بوت ا ومديني او الجمله 2 انشنت ايجيبشن وور يعني كانوا بيرتدوا ميتال وبيوتفل وهيفي جولاري. يبقى الاول الصفه الجميل يبقى كلمه بيوتفل وبعد كده هنحط كلمه هيفي والماده يبقى كلمه ميتال يبقى هنقول بيوتفل بيوتفل ونحط كوما هيفي والماده اللي اتصنع منها يبقى ميتال. الجمله اللي بعدها بيقول the bird is the ودين ones that was singing loudly. طبعا هنا is the مفرد هنا يبقى نحط كلمه one. gold and silver are the most expensive one هنا بيتكلم على اتنين يبقى جمع يبقى نحط كلمه ones of the materials. نروح للجرامر الخاص بالوحده ال 11 اللي هو موجود في صفحه 27 بيقول هاو ار يو سبيس يور انجلش يبقى هنا طبعا نحط كلمه ار يو جوينج تو امبروف اللي هي يحسن. طبعا هنا ما فيش فيها ترتيب نهائي فالافضل نخليها جوينج تو. زي سبيس باك اون 12 جون زي هاف بوكد ذا تيكتس مفتاح الجمله هنا كلمه بوكد تيكتس طالما حجزوا التذاكر يبقى ام از ار وفعل زائد اي ان جي بنحط كلمه ار جوينج. He can answer the phone. He space at the moment. طبعا عند at the moment يبقى نحط كلمة is studying. I space visit Ras Mohammed Nature Reserve next month. Next month يبقى هنا هنحط am going to visit. سؤال التصحيح بيقول He is going to being late. طبعا to زائد مصدر يبقى نحط كلمة be late. She is cook dinner now. طبعا يبقى ing يبقى كلمة cooking على طول. نروح بعد كده لسؤال ثلاثة. It is go خلاص يبقى be rainy يبقى هنحط طبعا going وطبعا ما ننساش يبقى going to وهو جاب لي كلمة be rainy. I read a funny story at the moment طالما قال لي at the moment يبقى am is r and g يبقى am نحط كلمة reading. نروح للجرامر الخاص بالوحدة 12 رجعنا فيه طبعا صيغة الأزمنة كلها المضارع البسيط المضارع المستمر والماضي البسيط والماضي المستمر وصيغة المستقبل. السؤال الأول بيقول My uncle is based in Cairo. We visit him every summer. يعني بيعيش في القاهرة وبنزوره every summer يبقى lives على طول. He is based to go swimming when he was 5. طبعا طالما قال لي when he was 5 يبقى اتفقنا بنتكلم على past ماضي يبقى used اللي هي الاجابه رقم D. They space funny costumes طالع الازياء now عندي كلمه now يبقى نحط كلمه are wearing.
I think the journey space be fun. طبعا جاب لي كلمة think، يبقى will زائد مصدر، يبقى نحط هنا كلمة will، وهو طبعا جاب لي be. سؤال التصحيح، it is going rain. لا خلاص حفظنا، يبقى going to والمصدر يبقى to rain. عمر was studying math when his sister called him. طبعا يبقى هنا جاب لي ماضي مستمر، when يبقى ماضي بسيط، هنحط كلمة called يبقى هنا بمعنى ينادي على. his best not like modern technology at all، يبقى هنا بيتكلم على حقيقة، في المضارع يبقى he، تاخد كلمة doesn't، يبقى he doesn't like technology at all. I travel to London next Friday. طبعا هيسافر، يبقى هنا مش مجرد نية بس، يبقى الأفضل نقول am traveling، يبقى ده اسمه ترتيب نهائي، خصوصا هو هيسافر مثلا لندن أو كده، بيبقى ده اسمه ترتيب نهائي. نروح بعد كده للتمارين الخاصة بالوحدات، اللي هي جزء الوحدات نفسه، بداية من صفحة 34. نروح للتمارين اللي موجودة على الوحدة السابعة، ونروح للسؤال الأول. بيقول space means website، اللي هي مواقع، and apps طبعا اللي هي تطبيقات، that allow people to talk to each other. قلنا طبعا ديت بنسميها social media، اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. if you space enough money you should buy this mobile، it is very cheap. طبعا هنا يملك، يبقى نحط كلمة have enough money. she handed me one space so I could listen to. طبعا طالما قال لي كلمة listen، يبقى هنا نحط كلمة headphone. sitting in the sun، اللي هو الجلوس في الشمس، for half an hour، يعني لمدة نص ساعة، is makes me warmer. طبعا يجعل، يبقى كلمة made. In your opinion، في رأيك، what is the most important space؟ فبيقول له the mobile phone or the plane. طبعا دولت يطلعوا invention، يعني ايه هو افضل او اهم اختراع. Do you think it's easy، من السهل to space from Arabic into English؟ خلاص حفظنا هنا، يبقى يترجم، يبقى كلمة translate. Eating many sweets is bad، خدنا تعبير طبعا سيء او ضار بي، يبقى bad for. طبعا بعضنا حافظ good at و bad at، لا هنا مش معناها سيء، لا ده هنا معناها سيء في مادة أو شيء، لا ده هنا معناها ضار بي، يبقى كلمة bad for you. The manager was angry، يعني كان غضبان أو زعلان، when he found space the trust. طبعا خلينا نتعبرها برضه find out، اللي هي يكتشف أو يعرف، so no. They spaced loudly when their friend told them a joke. طبعا يبقى هنا ضحكوا، يبقى كلمة laughed. During COVID، اللي هو كورونا يعني 19، people space at home to protect themselves. طبعا يبقى كلمة يقيم، يبقى stayed. السؤال اللي بعده خاص بالجرامر على الوحدة السابعة برضو. if you feel tired، لو شعرت بالإرهاق أو التعب، use space have a rest، يبقى طبعا نحط كلمة should have. space you have a problem you should tell your parents، يكون عندك مشكلة تخبرهم، يبقى هنا طبعا when، سامع حد شاطر بيقول لي اللي هي بتساوي if، صح. when it is raining، لما الجو بيكون ممطر، you should space at home، طبعا should زائد مصدر، يبقى نحط كلمة stay at home. when it is hot، لما الجو يكون حار، use space drink much water، نشرب طبعا مية كتير، يبقى نحط كلمة drink، يبقى should drink. what space if there is a new student at my class، ناخد بالنا what، يبقى دي صيغة استفهام، يبقى فعل مساعد وفاعل وفعل، يبقى هنحط كلمة should I do. اللي بعدها you should space your hands، اللي هي ايديك، with water، بالمياه، and soap، اللي هو صابون، when you come back home. should يبقى مصدر، يبقى نحط كلمة wash على طول. اللي بعدها people should wear heavy clothes، يلبسوا ملابس تقيلة، if it، جاب لي should والمصدر، يبقى أنا محتاج مضارع، مضارع هنا ممكن نقول is وممكن نقول has، بس المعنى cold بارد، يبقى هنا يكون، يبقى نحط has، إنما لو قال لي عندها أو يملك كنت هجيب كلمة has. space you have a headache، اللي هو صداع، you should go to bed، طبعا يبقى هنا نحط كلمة if، بتسوين. space till my teacher if I don't understand، سؤال جميل، في هنا علامة ايه؟ استفهام، يبقى دي صيغة جملة ولا سؤال؟ لا صيغة سؤال، يبقى نحط كلمة should I، لأن بعضنا هيقول لي I should، لا دي مش علامة استفهام ولا علامة استفهام، دي علامة استفهام، إنما لو كان جاب لي full stop كنت هقول I should. you should help your mother with the housework when she's based tired،
برضو يبقى هنا جاب لي شود ومصدر، يبقى انا محتاج مضارع، يبقى نحط هنا كلمه از. طبعا ما ينفعش ازنت كمعنى. نروح لتمارين الوحده الثامنه في صفحه 35. بيقول it was not easy for him to join the school space team. طبعا يبقى كلمه athletics team اللي هو فريق العاب القوى. I liked that cake. It was طبعا حب الشيء دوت، يبقى هو كان او الشيء ده كان delicious. Football is very space all over the world. طبعا مشهور او محبوب او معروف، يبقى كلمة popular اللي هي بتساوي famous. He doesn't enjoy eating space foods. خدناها طبعا على بعضها ان هو ما بيحبش ياكل. هنقول هنا كلمة spicy اللي هي كثير التوابل. It's healthy to eat space products. طبعا قلنا على بعضها منتجات ألبان، يبقى كلمة dairy products. خدنا كلمة diary قلنا دي معناها مفكرة. Having something that makes you ill، حاجة بتخلينا نتعب. When you eat it، لما بناكلها or touch it، طبعا قلنا هنا يبقى يكون عنده حساسية ضد، يبقى كلمة allergic. Eating space vegetables and fruits makes you healthy، طبعا يبقى fresh اللي هي طازج. He dropped his mobile، يعني وقع الموبايل. Space it was broken، طبعا it was broken يبقى معناها اتكسر، يبقى هنا طبعا unfortunately معناها لسوء الحظ. You should eat healthy food، طعام صحي، to get the space you need، طبعا هاكل طعام صحي عشان نحصل على الطاقة، يبقى energy. We space with our nose، طبعا اللي هي الأنف، يبقى هنا smell يشم. طبعا لو قال لي hear يبقى كلمة ears، touch يبقى hand أو finger، وtaste يبقى كلمة tongue اللي هو اللسان لو جابها لي. جزء الجرامر. Would you like space tea؟ ناخد بالنا بقى عشان بعضنا دايما بيغلط في السؤال ده. ده مش السؤال، ديت اسمها عرض طعام او شراب، فبنجيب كلمة some. حد يقول لي ازاي وانا عندي علامة استفهام؟ ده مش سؤال زي ما قلنا، ديت اسمها offer اللي هي عرض طعام او شراب، فبنجيب كلمة some. I don't have space free time to do my hobbies. طبعا يبقى هنحط هنا كلمة any free time، يعني ما عندوش اي وقت فراغ. هنا طبعا الجملة منفية بدونت، يبقى نحط كلمة any. اللي بعدها. Do you have space water? I am very thirsty. يبقى هنا طبعا نحط كلمة some water. Can I have space rice please? طبعا هنا برضو ديت صيغة طلب، يبقى هنحط كلمة some rice. نروح للسؤال رقم 5. بيقول is there space sugar in this coffee؟ طبعا المفروض ده سؤال، يبقى هنحط any. مفيش كلمة any، طبعا يبقى هنا عندي كلمة sugar، يبقى هنحط كلمة a lot of sugar. السؤال اللي بعده. I moved to this school last month so I have space friends. لسه الأسبوع اللي فات بس، طبعا يبقى هنحط هنا كلمة a few. طبعا any ما تنفعش خالص عشان الجملة مش منفية. ماتش بجيب بعدها اسم لا يعد، و a lot لازم of. My father likes space sugar in his tea. قال له not much. طالما قال لي كلمة not much يبقى قليل. قليل هنا كلمة little وكلمة few، بس sugar اسم لا يعد، يبقى نحط كلمة a little. It is not healthy to put space salt in your food. يعني حاجة مش صحية ان احنا نحط ملح كتير، يبقى نحط كلمة much. Children should drink space milk to have strong bones. طبعا يشرب، يبقى هنحط هنا كلمة much عشان ملك اسم لا يعد. There are space types of healthy snacks at this restaurant. طبعا عندي هنا كلمة are وجاب لي كلمة types، يبقى انا بتكلم على اسم جمع، يبقى هنا نحط كلمة a few. نروح لتمارين الوحدة التاسعة. بيقول Maya's favorite hobby is space scenery. طبعا اللي هي المناظر الطبيعية، يبقى نحط هنا كلمة painting. It took her a long time to be able to space costumes. طبعا قلنا هنا يصنع، يبقى make، أو كلمة sew اللي هي يخيط. The things that happen in a film are called. طبعا الحاجات اللي بتحصل في الفيلم بنسميها كلمة action. When he scored his third goal، لما أحرز الهدف الثالث، he was، طبعا أكيد كان excited، يعني كان فرحان. In the museum I saw a wonderful، يبقى شفت في المتحف، طبعا يبقى هنا هنحط كلمة portrait.
اللي هي الإجابة رقم دي اللي هي صورة أو رسمة. الجملة اللي بعدها I asked my older brother to space me a musical instrument to play. طبعا هنا يوصي أو يقترح، يبقى نحط كلمة recommend. Tourists visit Egypt because it is famous. خدنا طبعا famous على بعضها famous for، مشهورة بـ its ancient art. I am interested ومديني playing، طبعا يبقى interested مع كلمة إن اللي مهتم بيه. You don't need to pay for this pen، مش ضروري تدفع. It is طبعا يبقى إنه مجاني، يبقى كلمة free. I think it was a nice story so I recommend. خدنا طبعا ان كلمة recommend من ضمن التعبيرات او الافعال اللي بجيب بعدها ing، يبقى نحط كلمة reading it. نروح لجزء الجرامر. Do you know how، خدناها طبعا على بعضها how و to زائد مصدر، يبقى how to ride this bike. She is able، خلاص جبنا able يبقى able و to زائد المصدر يبقى able to tidy. Space you write a long paragraph about learning foreign languages alone. قال له yes I can، يبقى هنا خلاص نبدأ بكلمة can you. فريد space to fix the car he can do it. كان يعني يستطيع، يبقى قدر. طبعا هنا خلي بالك قبل هنا كلمة to، يبقى ما ينفعش اقول can، can to غلط، يبقى is able to. How is base you able to do that؟ طبعا طالما برضو جاب لي كلمة able to، يبقى هنحط how are you على طول. I don't know يعني يعرف أو لا يعرف، اتفقنا يبقى how to زائد المصدر، جاب لي هنا المصدر يبقى نحط كلمة how to do this exercise. I can't believe that you space say these words. It is very easy. يعني I can't believe مش قادر ان that you space say ان انت مش هتقدر، يعني لا تستطيع، ده هي كلمات سهلة، يبقى هنحط كلمة aren't able. ازاي انت مش قادر تقول الكلمات ديت، ده هي كلمات سهلة. Space how to answer the dialogue question، طبعا هنا how to يبقى هنقول do you know على طول. How space you solve this puzzle، solve بمعنى يحل، يبقى how لو هنجيب are يبقى how are you able to، ما تجيش are مع solve غلط، where غلط، يبقى how can you solve على طول. It is not difficult يعني مش صعب، معناه ان هي سهل. To space costumes طبعا يبقى to know how to sew اللي هي رقم C، يعني يعرف ازاي يخيط. نروح لتمارين الوحدة رقم 10. بقول it's a beautiful jacket يعني جاكيت جميل. You look very شكلك فيه، يبقى smart. I cover my bed with a nice space made of linen، طبعا اللي هي الكتان، يبقى كلمة sheet اللي هي الملاية. Do you like wearing modern or space clothes، يبقى هو عايز هنا عكس كلمة modern، يبقى كلمة traditional. Heavy clothes help you in winter to space warm، خدناها طبعا على بعضها، يبقى كلمة keep warm. السؤال اللي بعده. Before going to the club، قبل ما اروح النادي، I wear my بيرتدي، طبعا يبقى نحط هنا كلمة trainers اللي هو حذاء التدريب. Egypt is famous all over the world for its good space. It is an important crop. crop اللي هو محصول، طبعا يبقى بنتكلم هنا على كلمة cotton اللي هو القطن. People often wear some clothes for space occasions اللي هي مناسبات، as wedding or festivals اللي هي الاحتفالات وحفلات الزفاف، طبعا يبقى هنا for special اللي هي خاص او مميز. الجملة اللي بعدها. Before buying any clothes، قبل ما تشتري اي ملابس، you should try them on in the space room، طبعا خدناها على بعضها، يبقى كلمة changing room اللي هي حجرة تغيير الملابس. Women usually wear بيرتدوا space to protect their hair، كلمة hair اللي هو الشعر، طبعا يبقى بيلبس head scarves اللي هي الشرب او غطاء الرأس. Shoes, bags and belts are often made of، الأحذية والشنط والأحزمة في الغالب بتبقى مصنوعة من، يبقى leather اللي هو الجلد. نروح للجملة اللي بعد كده، سؤال الاختيارات. السؤال الأول بيقول My mother bought space blankets اللي هي البطاطين. ندور الأول على صفة أو وصف، يبقى فيه كلمة بريتي، يبقى خلاص الإجابة رقم B أو رقم D. طب نشوف ترتيب الصفات، بريتي وهيفي وأورنج،
ولا بريتي واورنج وهيفي؟ لا، يبقى اللون يجي الاخر، يبقى هنا نحط الاجابه رقم بي، يبقى ا بريتي ونحط هيفي اورنج بلانكت. ان وينتر ات از جود تو وير، اللي هي يرتدي. طب نشوف الاول، مدين هنا كلمه سوكس اللي هو الشراب، يبقى هنوصف الشراب ان هو الاول طويل، تمام. ونشوف الماده وبعد كده الاسم، يبقى المفروض هنقول كلمه لونج وول ونحط كلمه سوكس. طبعا ما ينفعش نبدا بالاسم نفسه، وهنا طبعا وول الماده ما ينفعش ابدا بيها، هنا لونج وسوكس برضو ما تنفعش، يبقى الاجابه رقم A. My grandfather used to have space sandals، اللي هي الصندل. طب يبقى هنوصف الصندل ان هو الاول صندل خفيف او تقيل او الكلام دوت، صح؟ يبقى هنروح لكلمه لايت الاول، وبعد كده اولد اللي هو قديم، وكلمه ليزر، يبقى الاجابه رقم دي صحيح. طبعا لو قلنا لايت هنا ما تنفعش، ان هو جاب بعدها كلمه ايه؟ كلمه ليزر. وطبعا اولد هنا جاب العمر الاول، ما ينفعش، لان لازم اجيب الاول كلمه لونج اللي هي، او كلمه لايت اللي هي خفيف، اللي هو بيتكلم هنا طبعا على ايه؟ على الوصف بتاعه. Young people usually like space close، اللي هم الشباب بيحبوا. طبعا يبقى هنجيب الصفة الأول اللي هو زاهي اللون، يبقى هنحط كلمة colorful، ومديني كلمة cotton، ومديني كلمة modern. لا، يبقى هنشوف الأول اللي هي حديث، حديث، يبقى هنا كلمة ايه؟ كلمة modern، يبقى modern colorful وكلمة قطن، اللي بنتكلم على الايدج اللي هو كلمة مودرن، وبعد كده بنتكلم على color اللي هو اللون، وبعد كده بنتكلم على المادة بتاعت الصناعة، يبقى الإجابة رقم C. Do you like space glasses، اللي هي النظارات؟ يبقى هنقول مديني old وبلاك وميتال، مديني بلاك وأولد، طبعا ما ينفعش أجيب اللون قبل العمر، وهنا اولد وميتال ما ينفعش اقول اولد وميتال واجيب اللون في الاخر، وهنا طبعا ميتال الماده ما ينفعش اجيبها في الاول، يبقى هنا اولد بلاك ميتال، يبقى رقم A. 6. In the past people used to wear space robes، اللي هي الروب يعني، before sleeping. يبقى الاول المفروض هنجيب الصفه ضيق واسع، يبقى واسع اللي هي كلمه لوز، عند الاجابه رقم B والاجابه رقم C. طب نشوف رقم B، لوز ولينن ولونج، لا المفروض لينن تبقى بعدها، يبقى هنا هنحط لوز ولونج وكلمه لينن. Our school chose، اختاروا space uniform for this year، يبقى في صفه الاول، هنوصف اليونيفورم ان هو جميل، يبقى ما فيش غير اجابه واحده هنا، كلمه beautiful long وكلمه brown، يبقى في رقم 7 هنختار الاجابه رقم دي. Can you give me space book I can't get it؟ طبعا هنا بنتكلم على كلمة it، خلي بالي لو قال لي this يبقى قريب منه، لا يبقى هو بيتكلم على شيء بعيد، يبقى نحط هنا كلمة that، طبعا لأن كلمة this معناها قريب، لو قريب منه مش هيقول له ناوله لي، يبقى معناه إن هو تاني بعيد مش قادر يوصل له. Space are my dad's shoes I will polish them for him، طبعا هنا كلمة shoes بنتكلم على اسم جمع، يبقى هنحط كلمة there، يبقى there are my dad's، ممكن نشيلها بقى نحط كلمة these أو they، ما فيهاش مشكلة. Is space your pen I have found it، طالما جاب لي كلمة it يبقى بيتكلم على مفرد، يبقى هنقول this على طول. نروح للوحدة رقم 11، بقول in your opinion، في رأيك is عمر suitable space this job، طبعا خدنا على بعضها suitable for معناها مناسب أو ملائم ليه، ينفع للشغلانة ديت يعني ولا لا. You should put space in the bin، طبعا كلمة bin اللي هي سلة المهملات، يبقى هنحط كلمة rubbish على طول. بعدها to space mean to put equipment somewhere so it is ready to be used، طبعا قلنا هنا يثبت أو يركب، يبقى كلمة install. My mobile doesn't work، الموبايل مش شغال، so I asked someone to space it، يبقى أكيد إن هو يصلح، يصلح هنا يبقى كلمة repair، سامح حد شاطر بيقول لي بتساوي fix وبتساوي كلمة mend، شطار. Our science teacher told us that it is important، من المهم to space a lot of trees to save the environment، عشان نحمي البيئة، طبعا يبقى كلمة plant هنا بمعنى يزرع. Cut يقطع، damage يدمر، وflood ليه فيضان أو يفيض. The word lend، كلمة lend is the opposite of، عكس، طبعا قلنا lend يسلف، يبقى عكسها كلمة يستلف أو يستعير، يبقى كلمة borrow.
he refused to take part. طبعا خدنا على بعضها take part in بمعنى يشارك فيه. Scientists think that the climate change, تغير المناخ, will space many problems for the environment. طبعا يسبب, يبقى كلمة cause problem. People should not use chemicals, ما يستخدموش المواد الكيميائية, because they space the environment, لأن المواد ديت, تمام, يبقى كلمة pollute معنى تلوث. Space are used to produce electricity. هنا produce electricity اللي هي لإنتاج الكهرباء أو الطاقة, يبقى قلناها طبعا كلمة solar panels اللي هي الألواح الشمسية. نروح للجرامر. The traffic is slow. We space to be late. طبعا يبقى we لازم تاخد are going to, يبقى نحط هنا كلمة are going. هنا going ما تنفعش عشان ناقصة are. He studies hard. يعني هو بيذاكر بجد. Do you think he space the أو he space first. طبعا هنا في الفكرة كلها do you think he, ما جابليش كلمة will we المصدر, يبقى نحط كلمة is going to come first. Next Wednesday I space to هرجادة. عند next يبقى بنتكلم على مستقبل, يبقى هقول am going. Space you going to help me with my homework tonight. طالما جاب لي going يبقى نحط على طول كلمة are. When are you going space the car, يبقى going to المصدر, يبقى to wash على طول. The boys space in the classroom at the moment. مفتاح الجملة هنا كلمة at the moment, يبقى الحدث مستمر بيحصل دلوقتي قدامنا, يبقى are shouting اللي هي بيزعق. Listen, عند كلمة listen خدناها طبعا من علامات مضارع مستمر. Your baby space loudly, يبقى is crying مضارع مستمر. حمزة intend to buy a new laptop. هي مفتاح الجملة كلمة intend, قلنا intend يبقى going to على طول, يبقى is going to buy. سلمى is based a birthday party tomorrow. It is arranged. هنا مفتاح الجملة في كلمة arranged, يبقى شيء مرتب له ترتيب نهائي, يبقى am is are وing, يبقى نحط هنا is having معناها تعمل حفلة. Are you based with us to the stadium next Monday? We bought you a ticket. خلاص اشترينا لك التذاكر, يبقى هنا am is are وفعل زائد I ing, يبقى نحط كلمة coming. نروح للوحدة 12. If you don't understand a lesson, لو انت مش فاهم درس, you should ask your teacher to space it again. طبعا هنا المعنى يبقى يشرح, يبقى كلمة explain. The opposite of the word fail, عكس كلمة fail معناها يفشل, يبقى معناها يجتاز او ينجح, يبقى كلمة pass. I listen carefully to my teacher, يعني بيستمع بحرص, and write down, طبعا قلنا يدون ملاحظات, يبقى كلمة notes اللي هي رقم A. One of the mobiles space is to use it everywhere, ممكن نستخدمه في كل مكان, يبقى دي بنسميه advantage اللي هي مميزات. Do you space what she said? I don't think she said that truth. يبقى هنا هل انت مصدق, يبقى كلمة believe. To get better, يتحسن at something, you mean to, يبقى هنا طبعا improve بمعنى يتحسن. When they lost the final match, لما خسروا المباراة, they were, أكيد طبعا يبقى disappointed اللي هي محبط. If you want to get high marks, لو أنت عايز تجيب درجات عالية, you should space a study timetable. Timetable هو جدول مواعيد, يبقى هنا كلمة make a timetable. The boy was afraid of his father's facial space when he was angry. طبعا خلنا على بعضها, يبقى كلمة expressions اللي هي تعبيرات الوجه. Do you agree space him or not? طبعا يوافق مع, يبقى agree with. نروح لجزء الجرامر. Where did you space when you were young? طبعا جاب لي كلمة did, يبقى أنا محتاج مصدر, يبقى use to play. Water always space at 100 degrees. طبعا دي حقيقة, يبقى بنجيب مضارع بسيط, يبقى كلمة boils بمعنى يغلي. What space now, جاب لي كلمة now ودي صيغة استفهام, يبقى هنقول are you doing, يعني ماذا تفعل. When I phone my mother, لما اتصلت بها, she space lunch, جاب لي when وجاب لي ماضي بسيط, يبقى شطار الناقص ماضي مستمر, was cooking, يبقى لما كانت هي بتطبخ انا اتصلت عليها. Where space you spend last weekend, طبعا عندي هنا كلمة last weekend او last ماضي, في where وفي كلمة did, عندي هنا كلمة spend مصدر, يبقى لازم اجيب كلمة did على طول. Next summer holiday I space an English course. طبعا طالما في next يبقى فيش غير am going to take اللي هي بتدل على مستقبل. He never space Arabic.
طبعا هي تاخد الفعل في اس، يبقى نحط هنا كلمه speaks Arabic، يعني عمره ما بيتكلم اللغه العربيه، بتساوي doesn't speak. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم وحل الجزء الثاني من كتاب الملحق او ملحق كتاب المعاصر. كده خلصنا لحد صفحه المفروض 43، هنبدا ان شاء الله في الفيديو القادم في حل الامتحانات. موجود عندنا حوالي 15 امتحان بدايه من صفحه 44 لاخر الكتاب. ان شاء الله في الفيديوهات القادمه هنحل الامتحانات ديت مع بعض ان شاء الله، عشان تكون جزء مهم في المراجعه. ان شاء الله انتظرونا في المزيد على قناه زي انجلش.